شاء الله. الميغان كات ايراس تروفي الله يبارك، الوحيدة في الجزائر. بالصح ماهوش الأهم، الأهم أنها ستاج دو بليس. السلام عليكم، الصحة الشبيبة. اليوم جبناها بستاج دو بليس. المرة اللي فاتت شفناها في ستوك 300 حصان و420 نيوتن متر بالنسبة لعزم الدوران. بالصح اليوم تبدلت فيها حاجات، وكما تشوفوا رانا كيما لوتورود تاع تيبازا والجزائر العاصمة. هذه خصيصا للفيراجات وللطريق اللي فيها المنعرجات. طحن كبير في أسرع سيارة دفع أمامي، هذه جابتها في 2018 بالصح في نسخة الميغان كات ايراس تروفي ار. هذه اللي معنا تروفي برك. هذه الشبيبة في ستوك عليها 300 عود 420 نيوتن متر بالنسبة لعزم الدوران. بالصح اللي معنا اليوم ستاج دو بليس، وقال لي صاحبها راح يزيد أكثر، وإسلام عنده شغف كبير على السيارة هذه. كما تشوفوا هذا هو الموتور تاعها الشبيبة. أول حاجة راح تروماركيها لوديريت فورجي جايين باللون الأصفر، وعندك ثاني كيف كيف لادميسيون يا بابا. وليكم الفلتر اير سبور جاي في البلاصة هذه، كان فيها الدام فالف ونحاه، وفيها ليني نوكس من مورا الديسونت حتى للسورتي باش يعطيها الصوت والقوة كيف كيف. هذه الشبيبة عمرنا لها بلان تاع ايسونس. في الحالة العادية راح تكونسومي 8.5 لتر لكل 100 كيلومتر من الايسونس. بالصح اليوم رانا تقريبا نمشي بالمود ريس ساك، يتسمى راح تكونسومي معنا حتى اكثر. عمرنا لها بلا كي جينا خارجين من العاصمة، رحنا تقريبا للضريح الملكي الموريتاني، وعاودنا ولينا كما تشوفوا هنا في ستاسيون، وهنا بجنب لوتوروت نزيدوا نخرجوا وتسمعوا معنا الرنة الميكانيكية تاع الصح. هذه كي كانت ستوك تحطت في الدين وطلعت 276 حصان اللي خرجتها في الروضه، وفي ستاج دو بليس طلعت 300 تقريبا و42 حصان و510 نيوتن متر بالنسبه لعزم الدوران. وتو في ستاج دو بليس نورمالمون تطلع 360 حصان، لكن الايسونس زيد معها حتى سخانه وزيد حسبنا لها من الروضه طلعت تقريبا 342 حصان، وعزم الدوران 510 نيوتن متر قوه تاع الصح. ما نطولش عليكم اكثر الشبيبه، تسمعوا بارك الحس تاعها، وبسم الله نخرجوا للطريق. تمشي في مود سبور عادي، تحط الريس، تسمع معايا الرياكسيون تاع الموتور كيفاش تتبدل. مانيش حاس ان الموتور صرنا مش يعمر زياده، مش يمد الرياكسيون تاعو ديريكت تصير باس عاد تمشي. ولا ممكن يدير باس ماهوش قاعد يخدم معانا في المود تاع الريس، تسمى هذا مود سبور، لازم انت البيلوت في كلش كنترولي كلش. ما شاء الله مش قاعدة باتيني. انا جربت قبل التي سي ار في الكاتربان تحفظ افوت باتيني، كاش كيفاش تسوي فيها اداء ورنة ما نحكي لكمش. الشبيبة على سرعة 150 كيلو شغل برمشة عين. ها شوفوا معايا هنا راني نمشي 100، شوفوا كي نكسر لي افوت. ردة فعل عالية جدا من الموتور، والحاجة هذه حتى لابوات فيتاز دوبل امبرياج اللي فيها تخليها قوية كيما هكا. الأداء هذا ما تقدرش تتمشى به كل يوم، يضعف ثاني كيف كيف البنوات وحتى السيارة لازم تلها تبرد، خاصة في السخانة هذه اللي رانا فيها في الجزائر ما تقدرش تتمشى بالمود هذا كل يوم باش ما تلحقش الضرر للموتور وحتى للسيارة تاعك. والله يا الشبيبة متعة في كلش، المشية للتوني درود لي فيراج تفوتهم يا ودي ما تخممش عليهم. الرونو سبور معروف في التوني درود، سكت قبل الميغان 3 اراس ما شاء الله، سيرتو في الفيراجات هذوك تاع باينام. انا ورونو اي ام سي الميغان اللي كانت الثم، وكاينه ان شاء الله بروجي جاي في الطريق. كاينه حاجه برك نحكوها في التراكشن كنترول، السيارات اللي راهم يجبدوا بالروض لافون يعني تراكسيون افون يعني دفع امامي كامل راح يكون عندهم الباتيناج في اللانش كنترول، هذه حاجه ما يفترقوش عليها اثنين. بالصح كي تكون تمشي 100 وتعفس افون تهبط الفيتاز تم يبان كاين باتيناج ولا لا، كيما هذه قليل كي نقارنوها بالكيبرا ولا الجولف 7 جي تي تي سي ار مقبل تباتيني شغل تقلقك، تولي تمشي 120 تعفس افون تباتيني الطوموبيل، تسمى في فيراج ما تقدرش تكسريلي، تكسريلي تروح وتجي، ولا وليت مطفي لون دي تيراباج انت وزهرك
في هذه الحكاية. أنا بالنسبة لي سيارة كما هذه رغم أنه سعرها أكيد راح يكون مضاعف على السيارات العادية اللي رانا نشوفوها رياضية كما السات آير كما الأستروا كما الكيبرا وغيرهم من السيارات فلاقام هذه. بالنسبة لي السيارة هذه راح تبقى مميزة خاصة أنها الأنظار تاع العالم كامل راحت لها في النوربرغرينغ في 2018 أسرع سيارة دفع أمامي أعلى الحلبة لأنه الرقم هذا قياسي وعالمي. كما هذه جابت 7 دقائق و40 ثانية راهي لهنا ستيكرات تاعها في كل بلاصة. نروح إن شاء الله للستاسيون ونعمروا ليسونس ونشوفوا القاعدة هذه حوالي 80 كيلو مشينا بها وزيد معها مود رياضي تمشي بشوي زيد قاري زيد امشي هذه كامل نشوفوها قداش تكونسومي. انا بالنقطة هذه حبيت مبين بانه السيارات الرياضية اوكي رياضية بالصح ماهيش للاستخدام اليومي. الموتور هذا 4 سلندر انويت بالصح محاين كبار وان شاء الله راه يقول لي اسلام بانه راح يكون فيها تعديلات اكبر في المستقبل. ربي يقدر ان شاء الله ويحفظها وبسم الله نمشي للستاسيون. او قل لي قداش زعما تتعمر هذه؟ هذه 2000 بقى. لا لا شوف هذه عمرنا لها العشية بنا مشينا بها 85 كيلو قدها تكون كلات إيسونس؟ ازرب 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 وما تلفتش تجيبها 170 ها؟ 370 لا لا أقل 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 شحال مشات من كيلو؟ 85 كيلو 85 كيلو مشات واحد 25000 أوا هكا بعيد ياسر. لا لا مانيش 85 كيلو تاكل 30 25. أي سبور هذه فيها فيها 340 عود ما عقلتهاش خاطر هذه ما نعرفهاش هذه الله غالب قدها هكا ابري وسياره ما شاء الله هذه ما شاء الله يلا نعطي 45 يا وش بك يا راجل اي بعيد ياسر راك بعيد ياسر. لا لا 35 كيلو تاكل يا ربي من 35 ل 50 35 ل 50 الف يا راجل كنت تشوفها قدها كلات 80 80 الف قد قد هاي ليك شوف شوف قدها كلات شوف تاكل تاكل كما شفتوا الشبيبة من العصر للمغرب بركة 380000 ليسونس وما كثرناش الرئيس مشينا به مين ذاك هكا على بها قاعدين نقولوا حتى الصرفية تاع الليسونس راه عندها حسابها في السيارات الرياضية. خونا اسلام ان شاء الله قالكم مازال اكثر من 342 حصان سواء في الليسونس ولا حتى في التعديلات اللي على الموتور هذا اللي راكم تشوفوا فيه. حاجة خفيفة حبينا نشاركوها معكم الشبيبة دائما مع تحياتنا نختمك العادة هذا المقطع بالصلاة والسلام على رسول الله في امان الله. السلام عليكم.